اللي هيحصل في السؤال اللي جاي ايه؟ رحاب لو جاوبتي صح خلاص مش هنحتاج السؤال الرابع وهتاخدوا 25 نقطة و40 هتبقى 65. ترجعوا تاني في المباراة. لو إيمان جاوبت صح لوحدك هبقى في فرصة ان انتوا تتعادلوا. هنشوف رحاب وإيمان، إيمان ورحاب هتكتبوا، ولكن رحاب مالكيش دعوة برهام، رهام وإيمان مالكيش دعوة بمحمود. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الثالث، ايه احلى هدية جاتلك من اخوك او اختك؟ احلى هدية جاتلك من رهام واحلى هدية جاتلك من محمود، اكتبي. بس كده. رهام احلى هدية اديتيها لرحاب ايه؟ هي حاجة فيها فراشات. يعني ايه حاجة فيها فراشات؟ سلسلة. هي خاتم فيه فراشة. ايوه بس انت قلتي سلسلة. أيوة. صح؟ صح انت قلتي سلسلة. أيوة. بس هي كتبت خاتم. أيوة. مش حاضر احسبه صح. صح تمام. للأسف الشديد تمام. اجابة خاطئة. محمود شوكولاتة طبعا. شوكولاتة كمان. مبين الشوكولاتة. الشوكولاتة دي أحلى هدية جت من محمود لإيمان. هي أكتر هدية كمان بجيبها لها. بتجيب لها شوكولاتات على طول. على طول. على طول. هي بتحبها كتير. كده معانا الهدف الأول لعيلة الجعفري.